فالإنسان ممكن يكون ضعيف العبادة، يعني بيعمل الحاجات اللي بيقدر عليها يعني بالعافية، بيصلي على قده وبيصوم على قده، لكن حسن الأخلاق، حسن السيرة بين الناس، حسن النفع للناس، ده ربنا بيبلغه أشرف المنازل وأعظم المنازل. نعم. وممكن تلاقي واحد تاني على عكس يا سيدنا، بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيعمل كل حاجة، مقطع السجادة زي ما بنقول، إلا أنه سيء الخلق، فاحش القول، بذيء اللسان، يتعامل مع الناس باستعلاء وبكبر، هذا يبلغ بهذه الأخلاق السيئة أسفل درجة في جهنم. طب ده بيعمل حاجات كتيرة وحسنات كتيرة، كل دي هباء منثورة، لأن هي ما وصلتش إلى الغاية منها، ما حسنتش أخلاقه. فالمفترض أن الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الصدقة، كل العبادات اللي احنا بنعملها المفترض غايتها وهدفها وثمرتها أن هي تقوم من سلوكياتنا، تقوم من أخلاقياتنا. شفت أي واحد بيصلي بيصوم بيزكي بيعمل أي حاجة وأخلاقه سيئة، تعرف أن الحاجات دي مش مقبولة، أن الحاجات دي مردودة عليه وهتكون حجة ليه، حجة عليه وليست حجة ليه. سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول إيه؟ رضي الله هو الله. عمر بن عبد العزيز من التابعين. نعم. وجده عمر بن الخطاب رضي يقول الله تعالى. أدركنا أقواما وهم لا يرون أن العبادة صلاة وصيام وحج فقط، ولكن العبادة هي الكف عن أعراض الناس. فالذي لا يكف لسانه عن أعراض الناس أفلس يوم القيامة. شوف. نعم. اللي لا يكف لسانه عن أذى الناس أفلس يوم القيامة. الشيخ خالد مرة يا جماعة شبه لنا الدين وقال لك احنا عندنا عمارة، لما كنت بتشرح لنا الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان وهكذا. لو قلنا المسلم أول درجة، من هو المسلم؟ النبي قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أدي المسلم، اترقيت شوية بقيت مؤمن مثلا، من هو المؤمن؟ من أمنه الناس. من أمنه الناس؟ المؤمن إلف مألوف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن كلمة هو أمن للناس، أمن للمجتمع، مش خطر على المجتمع، مش بيحارب وطنه، مش بيحارب بلده، مش إذا رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أزعها، ده المنافق والعياذ بالله. فيعني ما أهم الأخلاق وما أخطر هذه القضية؟ وعندنا كمان في ضمانة ضمانها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأخلاق العالية، يقول له أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ودي أعلى درجات، أعلى درجة في درجات الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أوسط الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا. جميل. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة ولو كان مازحة عشان يضحك الناس. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وبيقول لستنا السيدة أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. الله. وحسن الخلق دليل على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. وفي الحديث المقابل سيدنا النبي بينفي الإيمان الكامل المطلوب عن سيء الخلق، فقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. طب أنا هنا عاوز أربط ما بين الدين والخلق. هل الدين يقصد به الخلق أم الخلق شيء والدين شيء آخر؟ وهل هما يمتزجان مع بعضهما البعض؟ وهل يمكن استغناء أحدهما عن الآخر؟ هو دي أسئلة أعتقد مشروعة. يعني هل الدين هو الخلق؟ إذاعة القرآن الكريم اتربينا على برامجها. نعم. كنا بيجي لنا زمان برنامج الدين المعاملة. نعم. صح ولا لا؟ نعم نعم. في اللغة العربية إذا عرف المبتدأ والخبر يفيد الحصر والقصر. شوف يعني الاثنين واحد. الدين المعاملة. نعم. المعاملة هي الدين، الأخلاق هي الدين، الدين والمعاملة. تفسر بإيه وجود ناس عندهم أخلاق إنما ليس عندهم دين؟ هذا كلام ملاحظ، نحن متهيألي دي ظاهرة تحتاج إلى إلى صبر وإلى تقسيم وإلى فهم وإلى إعمال عقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا إيه؟ إذا فقهوا. يعني إحنا عايزين نقول إنه الأخلاق دي معدن أصيل اشتركت عليه كل الإنسانية، الأخلاق مشترك إنساني مش مختصة بدين معين. مش مختصة بدين معين.